أهلا وسهلا فيكم في فيكم قناة اليوميات. اليوميات طبعا هيا للحين شوفوا بمريولها ماما ما علمتي كل غيرت، الناس وهذه وهيفا أشو غيرت الحمد لله. استوقعوا الفيديو ماشي فلوج فلوج، أكيد إنه فلوج. فلوج تجهيزات حفلتنا لا فلوج رمضان بنروح اليوم نشتري لبس العيد الهيفا. مش طبعا الشوشة، الله طبعا. يا الحدث ولا حرج، الشوشة حالة خاصة يا هيفا. أنا ليش؟ خليتها عشان لما أفكها ليش؟ لأنها توها جاية من المدرسة. هذه هي طبعا دايخة مصدعة. يلا تغدوا والبسوا عشان نطلع ايش أشتري نشتري لل عيد، وان شاء الله نلقى لك يا هيا. إن شاء بنروح الله مول بعد بنشوف، اوكي ان شاء الله تلقين. عاد وش في بالك تشترين؟ يعني فستان ولا فستان تنوره؟ وانتي فستان وش الفستان يعني؟ تبين فستان وشو مثلا؟ لا فستان اللي ها شجر تبين كذا الوان ولا ايه لونين؟ ألوان لون واحد. لا ألوان وانتي شو بالك أنا أي تشترين شيء تسوين؟ عادي أي شيء يعجبني باخذه عادي، اهم شيء انه مرتب وشي حلو. ها قبل لا نبدا لا لا تنسون تنسون الاش الاشتراك في القناة واللايك ايه، وفعل جرس التنبيه عشان يصلكم كل جديد وضيفونا واشتركوا قناة التحديات هيون تي في واشتركوا بقناتي وضيفونا على حساباتنا السوشيال ميديا. ويلا انطلقوا البسوا بسرعة بسرعة بسرعة، قومي قومي قومي. لا لا مو البسوا، نعم تلبسون تغدوا بنام تغدي تغدي. يلا وانتي تغدي عشان نطلع. يلا المحل عشان نشتري الهيفا ايش؟ لبس العيد فستان العيد واشياء مره تجنن كيوت. هاي هيفا طبي اختاري ايش تبين؟ هذا حلو. وين؟ على طول دوري. طيب تفرجي اول قبل لا تستعجلين. ايش رايك بهاللون؟ هذا باهت باهت، احس انه باهت وردي يعني عادي مره. يعني شيء وشو؟ وش تبين يعني هالسنة انتي؟ كذا مشجر كذا الوان يعني حلوة كذا فرايحية اشياء. ها طيب يلا ساعدينا يا هيا بليز. هاي هاي اللون الله احس. لا هيا ترى هذول مقاساتك ماما، تبين منهم؟ جمب سوت غيري هالمرة، البسي جمب سوت. شو بالاسود؟ طيب الاسود لا لا مصدقة. هيا تدور بعد. يلا يا هيفا دوري. ها شو رايك هيا؟ هذا اخترته قبل شوي هيا. احس انه ما يعني في اشكال اريح، مو تقولين ابي ورود واشياء. ايش في؟ مره ناعم احس، ما في يعني شكل صح؟ هذا حلو هيفا، ايش رايك؟ تاخذينه تقيسينه نجربه؟ اوكي اخترت هذا وفي ثاني ابي. اي واحد بقيته؟ يلا اي واحد انت اخترتي واجد، اكيد عجبك متاكده؟ بس هذا احلى. شوفي خليها تقيس ونشوف ايش رايكم. ها تقيسين نشوف. يلا يلا انطلقي. ثانين ايوه عجبوا هيفا. هذا هيفا هالسنه تقول ماما ابغى شيء مشجر كذا، ابغى شيء فرايحي، ما ابغى شيء عادي لون واحد، فاختارت هذا مقلوب. فاختارت أنا اللي عاجبني اكثر هذا. هذا هذا يجنن مره. اي واحد هذا البينك مره يجنن، ان شاء الله يطلع مقاسك. إيه؟ متحمست له. يبينا عاد تشوفوا بعدها نختار ايش نختار. هنا هله، لا هله ما ما يحتاج صح. جزمه نختار جزمه. اقعدي هيا هنا انت وقفي تعالي. يبي لها جزمه، خلينا نشوف الجزم. تعالي هيفا وين فستان عشان نشوف عليه الجزمة. أبي كعب ذي السنة. نعم 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 وشو شو ما سمعت؟ كنت قاعدة أقول أبي كعب ذي السنة. ما شاء الله طقطقين عليه. ها طق طق طق. إيش رأيك؟ أنت ما جبت الفستان عشان نشوف عليه. هنا في جميع أنواع فستان. الجزم ارفعيه شوي. لا أحس ما في. ترى شوفي الفستان فساتين عادة جميع الألوان تناسب، ذهبي فضي أبيض بينك، عرفتي؟ فنلقى إن شاء الله صح؟ اهم شيء نخلص قيسي اول فستان هذا. اوكي عشان شوفي تقيسين هذا الوردي عشان اذا طلع حلو خلاص ما تقيسين هذا. ايش رايك؟ يلا مريح؟ انت مريح عليك ولا عادي؟
امشي خلينا نشوف يجنن، روحي روحي هناك، روحي امشي كذا شوفه، لا تعالي وروحي ارجعي، لا من ورا مفتوح، سكريها يا لها من ورا سكري. لا شوفي آه. يعني تحت ما يبي لك شيء عشان الظهر. انت مريح ولا ضيق عليك؟ مره مريح خلاص حبيتي يعني مره يجنن، ايش رايك؟ كيوت جنن. خلاص تبينه ولا تبين قسم ثاني؟ انا احس حلو هذا مره، احس ابي اكيس. لا والله حلو خلاص، لا تقيسين تروحين تغيري رايك. اوكي ابي اكيس اعطيني انا الثاني. لا لا ذاك احلى، ذاك احلى بكثير. وريني من ورا ورا ورا. لا لا هيفا ذاك مره لونه مره يجنن. هذا مين اختاره؟ هيفا. يلا غيري عشان في وراك ناس حرام يبون يقيسون. يلا بس ناخذك الحين شراب. قربي قربي لهذا خلينا نشوف. بحس هنا شوفي هذا انا اخترته، ايش رايك فيه؟ قربي عنده اي احتياط، لو خذيتي جزمه او شيء احس حلو معاه. تلبسي هذا الهلهوب وخذي هذا احتياط، ايش رايك؟ شفاف شفاف. وين هذا؟ هذا هذا على اساس انه تحتاجين يصير عندك هذا وهذا احتياط، ايش رايك؟ بس ابي افتح هذا اشوفه الكرتون. افتحي شوفي وريني وريني يا من هنا شفاف ولا ايش؟ افتحي لا من تحت، مطي مطي من تحت. كيف طريقته؟ اه كذا حلو صح؟ حطي جنبه مناسب. احس انه على شفاف صح؟ ايه هلا هوب، انا ابغى لك احتياط، لو ما صالح هذا يصير هذا. حلو على بيج، عرفتي؟ حلو صح؟ هنا نشوف اكسسوار الشعر عشان ناخذ هيفا. هذا كان يشبه فستاني الثاني. لا لا مو حلو هذا، خذي شيء كبير كذا حلو. وش كبير؟ ايوه كذا شكل حلو غريب كذا، مو تاخذي لي شيء ناعم. يعني زي كذا مثلا؟ اي نفس كذا. تاخذ شيء ابيض عشان يعني شوفي هذا، هذا ساده، في كذا سادات حلو، خذي لك ساده. بس شوفي الاشكال، هيا ساعديها لو سمحتي. ساعديها لانها ما تقدر. مفتوح. شوفي السادات، في اشياء. ضيحتوا الدنيا فشلتونا. احنا الاخضر اللي طيب شوفي الثاني نفسه، حطي جنب الفستان. طيب انتوا لا تستعجلون، حطوا جنب الفستان. طيب دوروا شوفوا تحت، في ترى اشكال جنن. ايه هذا شوفي وشو، طلعيه. لا صح على بنفسجي، على بنفسجي. وين لا لا هذا على اسود. شوفوا فوق هنا في شيء ابيض على شيء، تاخذ ابيض زي كذا. طيب طلعي طلعي خلينا نشوفه. مسكره ورينيا. لا حطي كذا قدام، اخلي كذا كانك لابسته، عرفتي؟ لا صح، لا غير، مره غير. حطيها في داخل يكون بهذا احس. شوفي وقفي عليها طلعي. هنجرب معاه. والله مفلول شعرها وكذا كبير، مره يعطي شكل، مرة يجنن. حلو. مرة مرة سادة. شوفي نفسك في المراية، وين المراية؟ ما في مراية. أشوف صالح لبس، ماني متأكدة إلى الآن بلبسه ثوب أو أشتري له. إيش رأيكم؟ هذا مرة عجبني، افتحيه هيا خلي يشوفونه الناس، خلي يشوفونه المتابعين. أحسه كيوت، قميص أبيض لينن مع شورت. إيش رأيكم؟ مع إني ما ودي شورت، أبي بنطلون له. فيها الألوان هذه. في بيج. ها؟ إي بيج أحلى. بس أحس ودي بنطلون، إيش رأيكم؟ في هذا. اللون بعد وين؟ لا يصير بنطلون بدلة. وريني. لا مو بنطلون هذا شورت هيفا. كله شورتات. حقت كبار، شورتات كبار. لا لا يلا ما عجبني، ما اقتنعت. شرينا باقي. انت عاد الله يعيني عليك. علتهم باطنية على قولة هيفا. تزون نروح محل ماما تلقاها تقول هاي جنة، تقول ما عجبني. باقي جنة وباقي صالح. اهم شيء انجزنا محل واحد، اهم شيء انجزنا. باقي لك انت جزمه واكسسوار شعر. اوكي لان قالت لك ابي شوفوا اكسسوار الشعر اللي قبل شوي عيت ما اقتنعت فيه. انجزتي 25 من 100 بس. اوكي يلا شكرا لله، يا حليل صالح وجنه. بس انت المشكله انت ماما، لا تنسي الكعب. لا تبي كعب، تخيلي هيا انزع مول ثاني. وغريب بصراحه ما في اماكن قعدات، فكل واحد قاعد في كنبه لحاله. شوفوا هيفا وانا هنا وهيا هناك. هيا لا 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 تفتحينه كله يطيح، خذيها مسكيها بيدينك. قالوا نبغى ناكل ماما، شوي جعنا من الطريق وال موهيتو. ترى انت وهيا مع 7 اب. اوكي
بدا الصيف وبدا وقت المهيت والشاليهات والبيبسي والبيبسي وهذا الايس كريم. المحل هذا حق الربطات عشان ناخذ الهيفة وان شاء الله تقتنع الله يهديها. قبل شوي صراحة الربطة الطوق اللي من المحل نفسه كان يجنن، بس تخيلوا عيت. هذا يا هيفة يجنن. تعالي شوفي اللي هنا هيفة. انا احب الشيء الغريب، الشكل غريب. ايه كذا، شوفي جربي. شوفي هيا ايش رايك، طلعي فستانها، طلعي فستانها، طلعي هيا ساعديها حبيبتي. ها هلا. طيب وقفي فستانك وقيسي معاه. سمسي ها شوفي ايش رايك، في لون ثاني نشوف نتاكد. في اوف وايت، شوفي اوف وايت ورا هيا. دوري 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 اللي تحت، اللي تحت حبيبتي. لا لا مو هذا، في ثاني. هذا في ثاني اوف وايت بعد هناك. وريني هيفا ايش رايك هيا، هذا ولا اللون نفسه؟ هذا. وريني البسي خلنا نشوفه. وريني مع الفستان. لا احس الوردي احلى. اني ما راح اخذ طوق عشان اقنعت ماما تبي تاخذ ورده وتسوي يعني تسريحه، طبعا تشوفونها بالعيد مفاجاه. هذه شوفي معاي ناسب. اي احس هو اللي يناسب اكثر. وريني. لا بينك. شوفي البينك. لا هذي. رجعنا الحين للالوان ما نلقى لون زين. هذه هيا شاركينا حبيبتي. ولا اوف هذه ولا اوف هذه احلى صح؟ هذه انسب. شوفي الباقي تاكدي هي. لا صح. لا هذه لا لا اوف وايت لا خلاص. هيا لو بقول لكم سالفه، دخلنا قبل شوي محل ولقينا زي هذا الكعب. ماما سألت كم أكبر مقاس يعني حق الأطفال، قالت 35. قلت لها أحسن عشان ما تلبسين منها. لك هذا تبينه ولا أنا لا؟ أنا كذا كان بدي. يلا جربي خلينا نشوفه. هي تبي هذا، خلينا نشوف يعني تمشي تقدر تمشي فيه ولا لا. بس المقاس، المقاس كم؟ يلا. ما لقينا كعب مقاسها إلا حق الكبار. حق الكبار عيت تقول ما أبي. يلا سكري خلينا نشوفه بس عليك، خلينا نشوفه. ما يتسكر. يلا امشي. هذه نشوف. امشي امشي فينا هنا. ها مصرة على الكعب؟ ايه مصرة؟ كم الشراب اللي جايبه فيها، جايه فيه هيفا. هيفا هذا شراب قطوة، شراب قطوة. لقيت هذه الفلات. ها ايش رايك؟ احس حلوة مريحة؟ هي شوي تطلع من ورا. معلش تطلع ولا ضيقة؟ صح؟ انتي تفضلينها تطلع ولا ضيقة؟ روحي هنا حبيبتي عشان تطلع. تطلع ولا ضيقة بس مو تطلع مرة صح؟ لا طيب شوفي تطلع عادي زين.